دكتور علي، قبل قليل أنت أثرت نقطة جدا مهمة، إلى أنه يعني رئاسة الوزراء، سيد الكاظمي، الأحزاب، بعض التيارات وجهت لكم دعوات للعودة والمشاركة من جديد. لكن أنا أريد أسألك، في وقتها أيضا بموضوع المقاطعة مثلا، لما قاطع الحزب الشيوعي، قاطع التيار الصدري، قاطع أيضا السيد إياد علاوي وغيرهم من المقاطعين، صارت أكو تواصل، عملية تواصل وعودة من جديد. البعض قال إلى أنه عودة بمعاهدة وقعت. اليوم أنتم ما كنتم مشاركين بهذه المعاهدة، ما اطلعتوا عليها، ما وافقتوا على بعض بنودها، ما كان من ضمن رؤاكم ومن ضمن ما تتمنوه مثلا على سبيل المثال. تفضل دكتور. يعني مع اعتزازي بكل القوى السياسية اللي كان عندها موقف، يعني كان هو تعرف بعد مقتل استشهاد إيهاب الوزني صار تصاعد في قضية اتجاه مقاطعة الانتخابات يعني، وصار هناك ضغوطات باتجاه طمعنة بعض القوى، والأخوة الصدريين يعني طبيعة يعني انسحابهم من الحملة الانتخابية لأهداف أخرى، الضغط اللي صار عليهم محسوب عليهم وزير بعض الوزراء، وزير الكهرباء، وزير الصحة، والتداعيات اللي صارت عليهم. فيعني انسحابهم أعتقد كان قضية تكتيكية أكثر ما هو قضية استراتيجية، عدم انسحاب، لأن هم قبلها كانوا يأمنون نفسهم برئاسة الوزراء. فيعني القضية تختلف، احنا من قاطعنا الانتخابات بأنه كنا نعول بأنه هذه الانتخابات راح تكون رافعة للتغيير، وعد يعني احنا يهمنا المسار الديمقراطي يستقر وشعبنا يتعلم قناعة الانتخابات. لكن أنا سؤالي دكتور، مجمعكم السيد الكاظمي وباقي الكتل والأحزاب بما يتم الحديث عنه بموضوع توقيع معاهدة وبعض البنود لعودة المقاطعين، أنتم ما كنتم مشاركين؟ ما كنتوا حاضرين؟ صراحة أقول لك بصراحة، هو يعني الخلاف الحقيقي إذا تلاحظه هو الأخوة الصدريين ودولة القانون وفتح، ويعني هذول العناصر المؤثرة. هو صار يعني الحزب الشيوعي بصراحة حتى لو أحلى أفضل الظروف يمكن يجيب لنا بين 3 أو 4. هو الإشكالية الأخوة الصدريين اللي يأملون نفسهم 100، دولة القانون اللي يعتقد هو راح يأخذ موقع مهم، الأخوة بالفتح، هاي القوة الثلاث الأربعة الأساسية، هم هذول اللي قعدوا، هذول اللي قعدوا وصار اتفاق فيما بيناتهم. هو على شنو؟ ما عندك معلومة؟ هؤلاء الأربعة احنا بصراحة ما شاركنا بهذه القضية، لأن يعتبرون احنا خارج قوس بهالقضية هذه، لأن هم بصراحة بشكل أو بآخر كلهم عندهم سلاح، كلهم عندهم مال، كلهم عندهم نفوذ بالسلطة، وبشكل أو بآخر هم يعني خارج السياقات اللي يجب أن يكونون عليها. طيب، بحسب معلوماتك على شنو جرى الاتفاق والتعهد بعودة مثلا بعض المقاطعين؟ حتى ارجع للاستاذ الحاج. تفضل دكتور، حتى ارجع بعد جوابك باختصار. يعني هو فقط بصراحه كان الضغط كله، لانه عدم وجود الصدريين بالانتخابات راح يخلق، لان الصدريين ايضا مسلحين، تقريبا اخترقوا جهاز الدوله، عندهم امكانيات غير قليله، فانت بد واحد قوي وما يشارك بالانتخابات تخلق لك ازمه، فلهذا هم خلقوا نوع من التطمينات للاخوه الصدريين، وكان ما معنيين بالقوى الاخرى. اقول لك يا صراحه يعني تطمينات، هو كل الجهد بدل كيف يرجعون الصدريين للانتخابات. طبعا بالتاكيد الصدريين كلهم مسلحين، وكم جوله سووا ببغداد وبعض المحافظات. طيب، افتروا كل العراق، كل المحافظات. طيب دكتور، واحد ما يعرف القضيه هذه؟